السلام عليكم جماعة الخير، معكم عادل من قناة Infinite Gaming. اليوم رجعنا لكم بلعبة تراجي An Innocent Epic. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو سابق يروح يشوف الفيديو السابق على أساس يكون عندي خلفية عن هذا اللعبة. روح شوف الفيديو السابق قبل ما تشوف هذا الفيديو، أوكي؟ يلا نلعب. طيب يا جماعة الخير، في الفيديو السابق وصلنا في هذا المكان، لو كنتوا تتذكروا يا أخوان وصلنا هنا يا جماعة، فخلونا نتحرك. انزين اوكي، شيء حركه ثانيه يا اخوان. الحركه نضغط اوكي، نضغط اكس. اوكي فهمت. الله على الحركه. لا، هذه حركه خطيره يا اخوان، هذه حركه خطيره. يا ساتر. جيو يا جماعه. اوكي لا، تعلمت حركه جديده يا عزيزي، تعلمت حركه جديده. ايوه تعال. لا، تعال. بعدني ما خلصت انا حبيبي، ما خلصت. لحظة حبيبي، ما خلصت. ابلع يا عزيز، اقول لك ابلع. ايوه كذا في الكرش حبيبي، في الكرش. طلع سكس باك، حسيت انه طلع سكس باك. لحظة. ايوه خليني اخلص علي يا اخوان. انت وش قاعد تسوي هناك وحدك؟ وش قاعد تسوي وحدك؟ تعال، بتجيني ولا ناقيك؟ اختار. اوكي انا بجيك. ابلع. ايش رايك براجي؟ ايوه اسال الكرش مالك. اوكي انزين، اتوقع الطريق بيكون من هنا يا جماعه، الطريق راح يكون من هذا المكان يا اخوان. فيس خلونا نكمل ندور على اخوها الصغير اللي اسمه قولو. تتذكروا وش اسمه قولو؟ اوكي هذا وش؟ هنا مكتوب اكس يا اخوان. اوكي هذا السلاح يا اخوان طلع، حتى هو يعني طلع مفتاح السلاح، تقدر تخليه يعني سلاح او مفتاح، فهمتوا علي؟ يعني هذا السلاح يعني تقدر تستفيد منه طريقتين، الطريقة الأولى انه سلاح، الطريقة الثانية انه وش؟ مفتاح. اوكي أنا ما بتكلم واجد الحين، أنا بضرب. لا يا حبيبي، اوكي والله بيطيحني هذا الحمار، بيطيحني. لحظة. انا هذا يشوت يا اخوان، هذا يشوت يا اخوان. لو لاحظتوا ان اللعبه بدات يعني تزداد صعوبه يا اخوان. اوكي احس ان اللعبه بدا ما يمزح يعني. اوكي لحظة. إيه لا تضرب هذا بيشو. هذا قص يزوع يا اخوان، والله العظيم قص يزوع. بعد شرد عني. لا حبيبي، ما في شردنج هنا، هنا ما في شردنج، هنا في طعلنج. اوكي تعال. لا يا عزيزي، ايوه هذا الضخم، هذا لو ضربك يا اخوان يعني ياخذ من الهيلث تقريبا نص. رجع مره ثانيه يا اخوان. لا. اوكي زي اللي حلو يا اخوان، نسي يرجع لك الهيلث مالك. ممتاز، على بالي انه يعني الهيلث مالك بيكون نفس المستوى يا اخوان، ولكن لا يرجعوا لك. اوكي عندنا ضربة قاضية يا اخوان، شوطناهم يا جماعة، شوطناهم. لاحظتوا يا اخوان، شوطناهم ترى. انزين اقول لك، انت ومطرقتك ترى ايوه راسك نفس المطرقة ترى اصلا. انا اقول ليش ماسك مطرقة؟ هذا بيشوت، هذا بيزوع، هذا ملغنة ترى، ولكن عرفت كيف ادبه. ايوه كذا يا حبيبي، كذا الوحوش يموتوا. اوكي اوكي تعال راويني. ايوه تضحك حبيبي، تضحك كذا، تضحك، فهمت كيف تضحك كذا؟ سويت حركه يا اخوان، لاحظتوا سويت حركه يا جماعه. لحظه كيف سويتها يا اخي؟ لا ما هذه الحركه، هذا اي على بالك ويش؟ انا على بالك انا مسمه ثوم. سلامات، ايش فيك؟ على بالي انا ثوم يا اخوان. اوكي اتوقع الحين ناخذ نروح هنا صح؟ ايوه اكيد اكيد، هذه راجي. ايوه هذه راجي. انزين عجبني يا خمس مذاك، عجبني على الجرافكس في هذه اللعبه يا اخوان، الجرافيكس والكيف يعني الارت في اللعبه، الارت في اللعبه صراحه ممتاز جدا. يس اوكي انا ما توقعت هذه اللعبه راح تطلع ممتعه يا جماعه، ولكن صراحه اللعبه ممتعه.
وتستاهل تجربة. إذا كان عيبك نفس الألعاب لا تفوت، لا تفوت هذه اللعبة. لحظة هنا قالوا لي أضغط إكس يعني احتوى صار كذا خلاص صار يعني ولا كيف؟ شكله صار يعني. أنا ما متأكد ولكن أتوقع إنه صار. أوكي. أيوة جامبو. أيوة شغلونا أغاني الهندية أخوان لو لاحظتوا في الباكجراوند. شغل أغاني هندية الحين. أيوة. الحين بس. وش هذا؟ على بالي اسم ذاك كهربة. على بالي كهربة يا أخوان. يا أخي شفت الأرت يا أخي يا جماعة شفت الأرت. يا ساتر شوفوا الأرت. والله أريد هذا اسمه هذا ال. هذا الارت يا اخوان اريده علقه في الغرفه. ممتاز جدا. انزين الحين اوكي ايوه يا عزيزه وش قاعد تقول انت؟ انا ما كنت اسمعك وش كنت تقول؟ عيد اسمح لي انا ما كنت كنت مركز على الارت يا اخي. اسمع الارت في هذا اللعبه ممتاز يا جماعه. اوكي اتوقع طارق بيكون من هنا. يا عزيزي انت وين قاعد تقول؟ اوكي من هنشنشورا؟ من هذا من هنا شاشاشورا؟ اوكي يا عزيزي والله ضغط اكس يا اخوان. اوكي ممتاز. هذيك الساعه يا اخوان ضغط اكس انا ولكن يا راجل ايش فيش؟ كيف هابند هير؟ ترى مسمى كنا بنطيح. شكله يا اخوان اتوقع زعيم انتظرنا قدام. اتوقع الزعيم انتظرنا قدام يا جماعه. الاحظ ان شيء في شيء ما بخير هنا. لا ما بخير الشيقان يا هذا المكرش هذا. قال انا اللي راح اواجهك. ما الزعيم صح انت بعدك ما تروم الا زعيم. اي هذا لكن متطور يا جماعه هذا متطور. تعال هنا لما اقول لك ابلع. ايوه كذا بشوط يا جماعه. تعال اوكي كذا شوط وابلع. لا يا اخوان انتوا لاحظتوا على هيلث ماله يعني كبير يعني. شوف الهيلث ماله يا جماعه. هذا متطور يا جماعه. حتى الزوع ماله زين. لحظه هذا مصخه كأنك مصخته بس. اوكي شوطني شاتني. اوكي اختفوا ليش؟ اختفوا لكيف؟ هذا وش؟ اوكي قاسين نعبد الشجر ولا ايش؟ هذا مسمى. اوكي هذا مسمى ايش يسموه هذا؟ هذا لغز يا اخوان. اوكي يا جماعه اتوقع بقلنا هذا اخر واحد. بقلنا هذا بس. ولكن انا ما فهمت هذا وين اخليه؟ هلا اخليه هنا؟ اتوقع كذا يو بالضبط. زين باقي لنا هذا اللي تحت ولا كيف؟ اوكي لحظة انزل اوكي كذا انزين وبعدين اتوقع هذا لازم نخليه كذا. ايوه كذا يا جماعه. زين ايوه كذا. لا هذا بعد ما نزل. ايوه كذا الحين نزل هذا بالضبط. هذا اللي صار كذا. تحل اللغز يا اخوان. كذا تحل اللغز يا راجل. وايش بيصير الحين؟ قولوا يا اخوان قولوا هو ذا الأخوه الصغير يا أخوان. اللي ما يعرف أقوله هو ذا أخوها الصغير. إنزين. Great power. إيش في Great power ده؟ إنزين. شباب هناك يا أخوان. لاحظتني شباب. فأتوقع بنروح ذاك الصوب يا أخوان. أيوه بنروح ذاك الصوب. انزين لا هذه راجي هذه سترونجر انفر. ايوه هذه اقوى عن اللازم بعدها. النفرنج يعني يا جماعه اقوى عن اللازم. اوكي وين رحتوا؟
هلا روح هنا ولا كيف؟ هنا الطريق بيكون يا جماعة، ولكن لا ما تقدر تروح هنا ولا كيف؟ اوكي الحين عندها قوة يا جماعة، عندها قوة تستجمع الأحجار أتوقع كذا يعني. ذيك الساعة لما قالوا إن لها الباور معناتها عندها هذه القوة يا جماعة، الحين تستجمع الحجار يعني الحجار يتجمعوا عندها هي. فمكان نفس هذاك كان مكان فاضي كذا ما في شيء، وإيش هي تجمع الحجار وصاع أساس تمر. فهمتوا علي؟ أوكي. لحظة هذا الماوس ليش كان في اسمه ذاك في نص الشاشة؟ يا ماوس ايش سالفتك؟ ابغى اصور ليش كذا تتسمق؟ يا جماعة شوف يا جماعة شوفوا على الاسمه، شوفوا على هذا المنظر، شوفوا على المنظر يا اخوان، والله العظيم ما عليه كلام. ايش رايكم؟ ممتاز جدا، ممتاز جدا يا اخوان، والله ممتاز جدا. اوكي جمب انزين. وصلنا مكان ثاني يا جماعة، هذا منطقة ثانية اتوقع، اتوقع يا اخوان هذا منطقة ثانية. مهابالا هذا انا اعرفه ذاك، مهابالا انا اطيح كنت، انا كنت بطيح يا اخوان. اوكي اكس اوكي نايس، شفتوا الحركة يا اخوان؟ والله حركة ممتازة يا اخوان، عجبني الحركة، عجبني الحركة وعجب. ويا اخي شوفوا هذا المنظر يا جماعة، والله المنظر يفتح النفس. جمب 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 جمب. صراحة والله الجرافكس في هذه اللعبة يعني، والارت اللي في هذه اللعبة متعوب عليه، متعوب عليه يا جماعة. هذه اللعبة يا جماعة انا منزلها تقريبا قبل شهر، انزين منزلنا قبل شهر، ولكن كنت يعني متكاود اللعبة، ما اعرف ليش كنت احس ان اللعبة ما بتطلع لعبة يعني ممتعة، فهمتوا علي؟ فقبل ثلاثة ايام قلت خلينا اجربها واشوف يمكن اللعبة تطلع ممتعة، وطلعت صح اللعبة ممتعة يا جماعة. وكما تلاحظوا اللعبة يعني بصراحة تستاهل يعني انك تلعبها. انزل نزل هنا، ايوه نزل هنا اكس. وش صار لهم ذيل؟ وش صار لهم يا جماعه؟ وش صار لكم؟ اقول لك انت بعدك حي، اذا كان حي كلمني. انت ميت اوكي، بكلم الباقي. انت كيف حالك؟ وين صار لكم انا؟ ليش انتوا نايمين فوق بعض؟ وش فيكم؟ هذا مسكين يا اخي، هذا شكله لافه واحد رحمانه. اوكي ما علينا، عاد هذا مسكين، هذا ما عارف ايش صار له، هذا دبس في الجدار. اوكي هذا المكان ليش احس انه في زعيم ولا ايش؟ لا ما زعيم، يا ساتر، شيء قرس يا اخوان، حندق القرسي، ايوه كذا يا ساتر. هذا ايش معناته؟ الروح من هذا؟ شيء روح هنا يا اخوان، لاحظتوا شيء روح صح؟ هذا روح ولا ايش؟ هذا روح صح؟ اوكي انزين، هذا ايش معناته؟ هذا شكله القوة الخارقة يا اخوان. اوكي بالضبط هذا القوة الخارقة. اوكي انزين وين راح الحين؟ وين نروح؟ وين نروح؟ جيونا ذيلا جيونا. اي وين اروح؟ تعال 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 تعال. لكن اللي لاحظته يا اخوان، الشيء السلبي اللي لاحظته هو ما شيء سلبي، ولكن بالنسبه لي انا يعني ان ليش ما يعني نفس الوحوش يا جماعه، نفس الاعداء اللي قاس نواجههم من ساعه. انا بموت يا اخوان، شوفوا على هيلثي، انا بموت يا اخوان. ابلع ابلع، ايوه كذا تعال يا اخي، ذيلك
لا 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 هدي 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 يا مطرقة هدي. هذا خليني أخلص عليه. ممتاز. بقي هذا خليني أخلص على هذا لأن هذا قسي زوع. بيضربني بيضربني هذا. شفتوا كيف قسي قسي زوع هذا. فهذا ضربني ضربني هذا الزبالة هذا. أيوة تو تعال يا أبو مطرقة تو تعال تعال تعال. أبالك أنت ويش على بالك؟ قلت لك انا ما ثوم. قلت لك انا ما ثوم يا حبيبي. انا ما ثوم. نام نام تصبح على خير. اوكي انزل. قتلناهم. وين نروح الحين؟ هل نروح هنا؟ اتوقع هنا الطريق بيكون يا جماعه. بالضبط. I wonder sometimes. ايوه I wonder. Perhaps. كيف انا fall in love ان هي من رئيسه؟ صار هذول الناس صار واحدين ما داني. أنا ما إنسانه. أنا راجي. أوكي وأخيرا والله كأنهم ردوا علي يا جماعة. قالوا صار شيء حوث ثاني. هذا عند ذيل. هذا يشوط. أوكي شيء أوكي. قابل لي جارمندر لكن مسمى هذا بيكاتشو ما جارمندر. هذا يشوط شارمندر اسمه يطلع نار. هذا بيكاتشو. بيكاتشو لكن هندي يعني. فهمتوا عليه صح؟ بيكاتشو ولكن ابلع كذا كذا البيكاتشو يصير. ايوه تعال ابلع يا عزيزي. تعال تعال اقول لك اخوانك ماتوا انت وش رايك تموت معهم؟ ايش رايك تموت معهم؟ حتى ما قدر يرد علي اصلا. ما حصل فرصه يرد علي. انزين نروح الى الطابق الثاني. نروح هنا يمين ولا يسار يا جماعه؟ نروح يمين. يفضل نروح يمين. اوكي ان كل قد اندس انت بعدكم يعني مصرين يعني. لحظه لحظه لحظه. 1 باي 1 2 باي 2 2 باي 2 2 باي 1 ما ينفع. اوكي يا حبيبي مش فيك. اقول لك وش فيني؟ ليش معصب علي؟ ابلع كذا مثلا لا تعصب. وش فيه؟ شفت ذاك الخطوط ما طاعن يمتسحن. فعلى بالي صاب يجي هذاك مجموعه ثانيه يعني. اوكي اوكي هذا الدرج يجيبك هذا الصوب يعني. كان المفروض نروح صوب اليسار يعني. رحنا صوب اليمين ببلاش ما استفدنا شيء. طلعنا ذاك على البيكاتشوز وبس يا اخي. جماعه والله شوفوا على المنظر. شوف 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 هناك. شوف لك الصب يا ساتر. زين اتوقع هنا السالفه فيها جدار. فيها جدار بالضبط. فيها جدار يا جماعه. المفروض نروح فوق هنا. انا ما شاء الله عليك انت راح لك الصب. كنت راح لك الصب. اوكي جامبو. ننزل ننزل هنا. ايوه ننزل هنا كذا. اوكي هنا في شيء يا جماعه. في هذاك الروح. شو هذا الروح يا جماعه؟ انزل. اوكي حصلنا مثلا هذا الشيء. انا راح استفيد منه كيف بستفيد منه هذا ويش اسوي؟ ايش يعطيك هذا؟ لايتنج. اوكي تشين لايتنج. اوكي هذا قوه الكهرباء يا جماعه. ممتاز. انا فعلته. اوكي انا فعلته ولكن ما اعرف كيف استخدمه يا اخوان. انزين اتوقع الطريق راح يكون هنا صح؟ اتوقع يا جماعه نرجع ورا لان ماشي هنا ماشي طريق. خلاص ماشي طريق هنا. فاتوقع نرجع ورا يا جماعه. اوكي جامبو لان ماشي طريق هنا فاكيد نرجع ورا. اوكي حلو. ما كان قصدي اقحم كذا ولكن قحمنا. انزين في شيء هنا؟ لا ما في شيء. ده وين نروح؟ وين نروح يا جماعة؟ وين نروح؟ هل نروح هنا؟ احنا كنا هنا ذيك ساعة رحنا ما حصلنا شيء صح؟ فوين نروح؟ لحظات يا اخوان خليني اتأكد مرة ثانية.
هنا يا جماعة، هنا فوق، هنا 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 الطريق. ممتاز، اوكي كنت اعرف والله. هذا اسمه شرمندر المتطور يا اخوان، هذا متطور لكن مات بسرعة، لكن مات يا اخوان. ايوه ابلع. بيجي واحد ثاني؟ لا ما جاء. ممتاز يا جماعة، اتوقع يفضل ان ننهي هذا الفيديو في هذا المكان، ننهي هذه الحلقة في هذا المكان يا جماعة. ادعمونا باللايك والشير والاشتراك. كان معكم عادة من قناة Infinite Gaming، متقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.